بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام جميع الجزائر من الجزائريات اللي عايشين في التاريخ والخارجية زوج اللي هو ناس اللي تاني ستاريين اللي عايشين في تمورث أو كذر الغرفة ونجوك صالي تويس الجزائر الجزائر كيف هو نجمع عطمج لا شرقية لا غربية ثقافة الجزائرية الزول ولا نزول الزول ولا نزول يا خوتي. وضع في الجزائر يعني رانا في 2019 يعني حسب يعني الأوضاع السياسية في الجزائر لأن الأوضاع الاجتماعية والسياسية والأخر يعني البترول أو زاد حبط لأن بلد اللي ما ينتج يعني واش معناتها الإنتاج؟ الإنتاج ماشي يجيبوا لي لي بيس ديتاشي من فرنسا من الأخر يديروا التركيب في الجزائر يقول لك هذا المنتوج الوطني. ما تدخلوش في هذه الأخر. المنتوج الوطني اللي يخدم من المنتوج الوطني معناتها كلش في الجزائر كلش بيس دي تاشي لي بنو لاكاركاس كلش في الجزائر هاتي هي الانتاج الوطني. حنا العدس العدس ماناش ننتجو البرا البرا يا اخي برا سهله البرا ماهمش ننتجو في الجزائر يعني البرا نشوفوها صغيره وكذا مي عندها ان بريسيزيون وين تدير يديروا البرا يديروه كاع فلاشين لي لام لي لام مصر خير منا. مصر ينتجو لي لام جيلات لي لام تنتج في مصر. احنا ما كاش 95% حسب الاحصائيات تاع لي كونومي دي جي كونوميست 95% نغير المحروقات بترول غاز الى اخره. ها واش ينتج الجزائر؟ ها واش يديروا في الجزائر؟ علاش شكون يدير هيدا؟ شكون اللي عنده بروفيت في هاد الشيء؟ اللي عنده بروفيت كي بروفيت هاد الاشخاص من 62 يومين هذا وكي يلحق ان بريزيدونج بريسيس رئيس دوله هم يقولوا عندنا دوله رئيس دوله في خمسه جكرو في السبعينات ولا في 96 69 والاخر يهدر الشعب يقول له يا شعب ما تخدمش كاين الخير ما تخدمش واش معناتها باش يرجع الشعب فينيو باش يرجع الشعب ما يخممش باش هو يستولى يحكم هذه هي. ودوكا رانا نشوفوا يعني السلبيات تاعهم وهذه مازال السلبيات تاع هاد الاشخاص تاع لامومي والاخر مازال باسكو قتلوا اجيال والاجيال هادو شكون هاد الدراري صغار اللي عندو عامين ثلاث سنين يشوفوا لي كونسيكونس تاعهم على 10 سنين على 20 سنه شوفوا لي كونسيكونس لان ما رباوهمش على اسس حب الجزائر. كي نقول الجزائر ليس هاد الاشخاص ليس العالم لا حب الجزائر والشعب باسكو كيما قلت لكم كاين ان ليفر يريزيم تو وش راهم يديروا هاد الاشخاص. ان ليفر وريته لكم ديرنيرمون سي لي بروتوكول دي ساتوسيون اللي تكتبوا 1901 وكتبوا احد الجواسيس المخابرات الروسيه في هذاك الوقت يعني واسمها المخابرات الروسيه بكري كانت اكراهانا يعيطوا لها اكراهانا لا بوليس سيكريت تاعهم الى اخره. وهذا الانسان هذا كتب هو ماتيو غولوفينسكي يعيطوا يعني درت اون كومباريزون يا خاوتي هاد الاشخاص في الجزائر سي لا ميم شوز يعني شكروا يتبعوا هاد يعني ماهمش يقراو هما مالوريزمون ما يقراوش ما يعرفوش. لو كان تسقسيو المخ تاع البلاد اللي يقولوا مخ والاخر هاد الاشخاص لي مين يقولوا له غير اللي في يقرا واحد يقول لك ليكونومي المينيست ديكونومي تحطو في المينيست دو لا جيستيس ما عندوش كاع علاقة كاع يعني باش هادي من ليسونسيال. هاد لو ليف عندو دي كيما يقولو دي تكست لا بروميير لوخر قال لك لو دروا لي زيد دون لا فورس يعني في الجزائر حقيقة الدروا واش معناتها لا فورس الدروا العسكر الترمية لا بوليس لي مينيست هما اللي حاكمين لا جيستيس
هما شكون يقتل لا ليبرتي؟ سي كي تو لا في لا 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 فري ليبرتي، هما لي بارتي بوليتيك، تخلق لي بارتي بوليتيك. واش معناتها تخلقوا باش يديروا اون ديفيرجونس ايديولوجيك الى اخره، وهما كاع حبوا يستولوا على الحكم، يستولوا على الشعب. كنقول انا الشعب علاش؟ باسكو جون با ديدي، ما عندهمش لي زيدي. راكم تشوفوا دوك السوسياليزم الى اخره، ومن بعد خرجونا لي نوفو بارتي هادوما في لون 2000 خرجوا لي ليفر، قال لك ليفر، وهما كاع كيف هما كاع كيف باش نتفاهموا. وقال لك نانارشي ليف نو ليف لو بوبل، هاد دون لو ليفر هذا قال لك نانارشي نو ليف لو بوبل. واش معناتها؟ يعني كي دير لي بارتي هادوما، كي دير لي بارتي، ومن بعد هما يضربوا شكون يشد، وهاد الاشخاص مازالهم في الحكم، مازالهم شايتين الى اخره. الشعب يكره، يقول لك هادوما ما داروا والو، ايما انا نمشي مع هادوك القدم. يعني الناس اللي كانوا في الحكم نمشي معاهم، باسكو عندهم اون بويسونس. يقول لك هما سرقوا خطرة الاول، كيما عندنا هذا المثل في الجزائر، قال لك سرقوا معليش نزيدوا له الدوزيام، بالك ما يسرقش، هو توجور يسرق، سرق يسرق، توجور يسرق، وما يسرقش وحده سرق، توجور عنده دي كومبليس. هذه قاعدة، توجور عنده دي كومبليس. وقال لك با دو موراليتي دون لا لوت، يعني لازم اون يوتيليز، يعني كيما يقولوا لا روز اي ليبوكريزي. شوفوا لي بوليتيسيان في هاد الاشخاص هادوما توجور يوتيليز الخدع وتنفيق كيما راهو. يعني نهضر الاشخاص ماشي عايشين في الخارج، مانيش نهضر عليهم، نهضر في هادو اللي داروا احزاب سياسيه في الجزائر. والاحزاب السياسيه اللي عندهم لاغريمون اي سون توس دي زيبوكريت كاع، وكاع يخدعوا كاع. وكيما واحد هوشية تاعهم يقول لك فرنسا فرنسا، هو عايش في فرنسا، عاش في فرنسا ومازال يروح لفرنسا. ما فهمت والو، كيما هذاك مينيس تاع المجاهدين تاع الاخر عندها 5 سنين ولا فرنسا فرنسا ندوموندي ونديرو، وراح لفرنسا يلحس الهولندا صباطو يضرب له شيتا، باسكو عنده مصالح معاهم في فرنسا. لو كان ما عندهمش مصالح ما يخرجش القانون في فرنسا باللي ما يتحاسبوش، باللي ما يتحاسبوش، يتسمع عندهم مصالح معاهم. قال لك لو دروا اي لا فورس، هذا هو الصح. واش معناتها الدروا؟ لو دروا اي اون ايدي ابستريت كي نو روبوز سور ريان. يعني قال لك لو شيفر 11 نو سينيفي با اوتر شوز كو سوسي، رقم 11 هو 11، رقم 1 هو 1، يعني سون ايدي ابستريت. يعني وقال لك سو سيرفي دو دروا دو لا فورس بور ديتروير لي زوردونونس اي لي ريغلومون اكزيستون. راكم تشوفوا كل ما يجي واحد يدعموا العسكر في الجزائر واش يدير؟ اولا لا كونستيتيسيون تبدل، يعني الشعب اللي كان في هذاك الوقت يوم يقولوا له انت حمار، شاب حابس، كي جا بريزيدون يبدل لا كونستيتيسيون. هذه هي المعنى. وانا مارك دوك الشعب هذا ومارك زعما هما في عقليتهم دو سيزير دي لوا ريورغانيزي لي انستيتيسيون اي ديفنور انسي لو ديكتاتور. لحقت، ها رانا فيها، رانا فيها. الصحفيين يروحوا للحبس كما الاخ عدنان ملح، الاخ عبدو سمار، لي فوتبولير الاخ فضيل دوب، كمال بوعكاز. يعني ما فهمت والو. هادي ومن بعد كي تهضر معاهم يقول لك لا لا احنا ماشي ديكتاتور، احنا ديمقراطيه، عندنا ديمقراطيه، احنا الاولين في العرب. يا ودي العرب كاع جينيرال كاع سو سون دي ديكتاتور كاع، ما كاش بلد عربي فيها الديمقراطية. ونتحدى أي إنسان
يقول لي فيها الديمقراطية. أي إنسان يعني ما تجيوش مازال هذيك ليدي تاع لا 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 ديموكراسي وما لا ديموكراسي، ما يجيوش يخدعونا بقى. يقول لك العرب هما هايدا. ونقول حاجه يا خوتي، يعني باسكو لو ليفر هذا مازال ما كملتوش، وحقيقه كما قلنا لكم حنا ما نتبعوش هذا لو ليفر، نشوفوا كيما يقولوا لي زيدي هذوما منهم يجيو. باسكو في الجزائر خصنا حاجه، خصنا ان استراتيج ماشي دي بوليتيسيان كيما قلت لكم. يجي بوليتيسيان هو اللي يجيب لي زيدي يطبقهم كي يكون في الاخر، هذا هو ان بوليتيسيان. و ان استراتيج اللي عنده اون فيزيون لوانتان بعيده بعيده بزاف تاع 10 سنين 20 سنه، سي ان فيزيونير. وحنا في الجزائر مخصوصين هذا الشيء، مخصوصين حقيقه. يعني اللي يجي يهضر يقول لك هذا سان بوليتيسان سان استراتيج. ونقدم تحيه للاخ، هما ثلاثه، الاخ العربي زيطوط حقيقه، يعني لي زاناليز تاوعو كاع من التسعينات واليومين هذا الحقلانو، والاخ كريم طابو، والاخ رشيد نكاس. هادو الاشخاص ما كانوش معاهم الا الاخ عربي زيطوط كان وحط لا ديميسيون، يعني ما كانش كسياسي ولا باش نتفاهموا. ونقول لكم يا خوتي السلام عليكم، لازم الانسان يخمم، لان هاد الاشخاص راهم داو الجزائر تاعك ورايحه سي بلي بير دوك بلي بير، لان الشباب هو يهجر على جال الحقره، كلمه الظلم نانجوستيس في الجزائر. وحنا قلنا عندها شحال كي تتسم لانجوستيس، لا جوستيس اي ليدوكاسيون، يعني المدرسه تسقم الجزائر كومبليتوم. نقول لكم السلام عليكم.